يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة جدا النهاردة، عندنا فيها العديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة كما هو المعتاد، سواء الصعيد العالمي الصعيد المحلي. وقبل كل ده طبعا كل اللي بيهمنا من أخبار عن نادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر التفاصيل وكل الكواليس وكل الجديد اللي بيخص النادي هيكون معانا على مدار فقرات الحلقة المختلفة. كمان تواصل حضراتكم معانا غاية في الأهمية من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. سؤال حلقة النهاردة: بعد حسم الصفقات الجديدة بالنسبة للنادي الأهلي وانضمامهم لصفوف الفريق بشكل رسمي، توقعاتك لتشكيل الأهلي في الموسم الجديد؟ تواصلوا معانا وهناخد توقعاتكم زي ما انتم متعودين دايما في الجزء الأخير من الحلقة. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي: احتفالية كبرى بالنجمة العاشرة الثلاثاء. والفريق يستأنف تدريباته استعدادا للسوبر. وأخيرا في الترند العالمي: صلاح على بعد هدف من نادي المئة في البريمير ليج. إنجاز كبير إن شاء الله، ربنا يوفقه النهارده. طيب ده فيما يتعلق بأهم وأبرز العناوين، لكن النهارده في مباريات مهمة جدا. أهم مباراة هي مباراة الدوري الإنجليزي الوحيدة النهارده في إطار الجولة الرابعة من هذه البطولة المثيرة. ليدز يونايتد هيلعب على ملعبه مع ضيف هيكون تقيل قوي قوي وهو ليفربول. مباراة مهمة قوي لليفربول بعد ما خلاص في الصدارة متواجد كل مانشستر يونايتد وتشيلسي بالأداء المبهر وتألق كل من كريستيانو رونالدو ولوكاكو. امبارح كل واحد فيهم جاب هدفين، فبالتالي على صعيد المنافسه بالنسبه للفريق فانت مهم قوي ان انت تكسب كليفربول عشان توصل للنقطه رقم 10. ومهم كمان ده تشكيل ليفربول هقوله لحضراتكم الاول قبل ما نتكلم عن نجمنا المصري محمد صلاح. تم الاعلان عن تشكيل المباراه الساعه 5:30 بعد دقائق من دلوقتي. اليسون في حراسه المرمى، رباعي خط الدفاع ترينت الكسندر ارنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، و أندري روبرتسون في نص الملعب، كل من فابينو وتياجو ألكانتارا اللي بيبتدي النهارده بشكل أساسي. ومعاه مفاجأة هذا الموسم بالنسبة ليورجن كلوب وهو إليوت اللاعب الشاب. وفي خط الهجوم الثلاثي: ساديو ماني، دييجو جوتا أحد أهداف الفريق، ونجمنا المصري الكبير محمد صلاح. نتمنى لهم كل التوفيق على المستوى الفردي. بالنسبة لمحمد صلاح فهي أيضا مباراة مهمة في إطار إيه؟ في إطار إن أنت بتحاول تساعد فرقتك على إن هي توصل لعدد النقاط بالتساوي مع مانشستر يونايتد وتشيلسي، وفي إطار المنافسة المبكرة على لقب الهداف. وطبعا المنافسة بقت أصعب بشكل كبير جدا لأن رونالدو بقى موجود، فطالما رونالدو موجود فتقعد تعد أهداف براحتك. لوكاكو كمان موجود، الراجل كمان هداف كبير جدا، عنده 3 أهداف دلوقتي بعد الجونين بتوع امبارح. رونالدو عنده هدفين من أول مباراة بخلاف برونو فرنانديز اللي بعد ما جاب الجون الرابع ليه بقى متصدر طبعا ترتيب جدول الهدافين برصيد 4 اهداف. فمهم ان شاء الله ان نجمنا محمد صلاح ربنا يوفقه ويجيب له كام جون كده النهارده، بالتحديد على الناس اللي مكابتنينه في الفانتازي وانا واحد منهم. فده فيما يتعلق بالدوري الانجليزي. تعالوا نروح للدوري الاسباني واهم المباريات النهارده في هذه البطوله. الساعه 2 ظهرا اتلعبت مباراه اسبانيول مع اتلتيكو مدريد، واتلتيكو فاز بنتيجه 2-1 خارج ملعبه. الساعه 4 وربع ابتدت مباراه اوساسونا مع فالنسيا، والتعادل ايجابي حتى الان 1-1. اما الساعه 6:30 مباراه قادش مع ريال سوسيداد، والساعه 9 بالليل مباراه ريال مدريد مع سيلتا فيجو. ده فيما يتعلق بالدوري الاسباني. اما بخصوص الدوري الايطالي فالساعة 12:30 كانت أولى المباريات ما بين سامبادوريا مع الإنتر، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. كالياري مع جنوا، جنوا فاز 3-2 في مباراة ابتدت في تمام الساعة 3 عصرا. وفي نفس التوقيت في ماتشين تانيين اتلعبوا هما إسبيزيا مع أودونيزي، أودونيزي فاز 1-0، وتورينو مع ساليرنيتانا، وفاز تورينو بنتيجة 4-0. أما مباراة الساعة 6 النهاردة في الدوري الإيطالي فهي ما بين ميلان ولاتسيو، والساعة 9 إلا ربع مساء روما مع ساسولو. دي أهم وأبرز المباريات في مختلف الدوريات الكبرى العالمية. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا تفاصيل كتير جدا بالتحديد فيما يتعلق بأخبار الأهلي، استعدادات الفريق الأول للمرحلة الهامة جدا المقبلة اللي بتتمثل في منافسات بخصوص
مباراة السوبر يوم 21 واستكمال بطولة كأس مصر بداية من يوم 25 إن شاء الله الفريق يكون موفق. فهنرصد لحضراتكم كل الاستعدادات اللي بتتعلق بفريق النادي الأهلي في هذه المرحلة. كمان هنقول لحضراتكم كواليس احتفالية النادي الأهلي الكبرى اللي عندنا كلام كتير جدا عليها بخصوص الفريق الأول بعد ما فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الثاني على التوالي. فهنتكلم بشكل مفصل في الجزئية دي، استنونا بعد فاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في الحقيقه عايز اتكلم عن حدث مهم جدا، والحدث ده لازم ياخد حقه ولازم يكون فيه اهتمام كبير جدا جدا بيه. ليه؟ لان ابطال الحدث ده يستحقوا، ناس قدروا ان هم يحققوا انجازات بشكل ممتاز عن جداره واستحقاق باصرار وعزيمه، وقبل كل ده بروح الفانيلا الحمراء وشخصيه النادي الاهلي. ايه هو الحدث ده؟ هو احتفاليه النادي الاهلي بابطاله بعد بكره ان شاء الله يوم الثلاث في مقر النادي الاهلي بالجزيره بسبب فوزهم بالبطولات المختلفه والانجازات العديده اللي حصلت على مدار الفتره اللي فاتت، وبالتحديد الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره العاشره في تاريخ النادي الاهلي. فكان مهم قوي قوي، وده اللي كان شايفه الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ان الناس دي تاخد حقها. وكان في صعوبات على مدار الفتره اللي فاتت بسبب تلاحم المواسم او بسبب كان ضغط المباريات وكلام من ده، فده اثر بشكل كبير على ايجاد ميعاد مناسب لاجراء هذه الاحتفاليه. بالتالي في ميعاد مناسب اللي هو يوم الثلاث، تم الاستقرار خلاص على هذا الموعد، وهتكون في احتفاليه ضخمه وكبرى بهؤلاء الابطال وبفريق النادي الاهلي. وهي احتفاليه مش بس خاصه بالناس اللي هتبقى موجوده في النادي، لا، هي احتفاليه كل جماهير النادي الاهلي اللي كان ليهم دور كبير جدا جدا في مسانده الفريق في هذه الفتره الصعبه. وبالتالي الاهلي بيحتفل بيهم وبالبطوله وبفريقه، فده امر مهم جدا. لكن انا عندي برضو نقطه، يعني انا نفسي، انا ما اعرفش بصراحه الاحتفاليه هتمشي ازاي، التسلسل بتاعها عامل ازاي، اكيد هيكون في مفاجآت مثلا او في بعض الامور والفقرات المهمه. لكن الاهم بالنسبه لي ان يا جماعه في بطوله ما خدتش حقها. انهي بطوله؟ بطوله دوري ابطال افريقيا اللي هي التاسعه اللي كانت في النهائي قدام نادي الزمالك، اللي كانت بهدف قفشه القاضيه ممكن، وهتكلم على موضوع القاضيه ممكن ده شويه، واللي من خلال الهدف ده الاهلي قدر ان هو يفوز بمباراه القرن، ببطوله القرن، باهم بطوله بالنسبه للنادي الاهلي في تاريخه، او احدى اهم البطولات يعني، لان الاهلي ما بيقفش على بطوله واحده او ما بيفرحش بمجرد بطوله واحده، لكن هي بطوله من اهم البطولات وابرز البطولات بالنسبه للنادي الاهلي. فانا نفسي ان احنا واحنا بنحتفل بالعشره نحتفل بالتاسعه برضه، لان البطولتين كده كده ورا بعض، هي مش بطوله قديمه بالمناسبه، ده احنا خدنا التاسعه والعشره في 8 شهور، 7-8 شهور. فانت لو عملت حتى احتفاليه قبل كده مصغره شويه بسبب الظروف وكورونا وكلام من ده في النادي، فبالتالي لو في نيه ان تكون الاحتفاليه كبرى وده اللي احنا عارفينه، فيبقى الاحتفال بدل ما هو ببطوله واحده لا يبقى ببطولتين. ويا سلام بقى لو يبقى بكل البطولات الكتيره اللي خدها الاهلي الفتره اللي فاتت، لان الاهلي خد ايه؟ خد سوبر افريقي، خد دوري، خد كاس، خد دوري ابطال افريقيا مرتين، خد برونزيه كاس العالم، مقبل على السوبر المحلي كمان ان شاء الله باذن الله يكون موفقين وناخده يوم 21/9 عندك كاس مصر في الفتره اللي جايه. فمهم قوي ان احنا نحتفل بالتاسعه، رغم ان في ناس بتحاول وهتفضل تحاول ان هي تنسي جمهور النادي الاهلي هذه البطوله الهامه، وهي محاولاتهم هتفضل فاشله، يعني المحاولات بتاعتهم هتفضل فاشله، فمهما يحاولوا مش هيقدروا. وانا هدي لحضراتكم مثال بسيط جدا. انت مثلا عارف ان في ماركات كتير قوي، ماركات تيشرتات، اي منتج يعني، ملابس، اي حاجه، بيبقى في حاجه اصلي وبيبقى في ايه، حاجه تقليد او مضروبه، واخد بالك؟ فالاصلي ايه؟ الاصلي القاضيه بتاعت قفشه، القاضيه ممكن اللي مخليه الاستاذ بندق، وانا ببقى سعيد جدا اقسم بالله يا جماعه، ببقى سعيد جدا كل ما الاقي بندق طالع بيتكلم على القاضيه ممكن، وان القاضيه دي خلته عمل ايه، خلته ان هو يشجع العاب اخرى. طبيعي كل واحد بيشجع نادي فبيشجعه في كل الالعاب، لكن خلته خرج بره تخصصه كده، جه من كره القدم وراح يشجع بقى ايه، بينج بونج، سله، مش عارف ايه ايه ايه، وفي كل حاجه يقعد يقول لك القاضيه ممكن.
سواء بقى في لعبه السباحه ممكن يقول لك قاضيه، ممكن مع ان هي دي ما فيهاش قاضيات خالص، لعبه تنس ارضي مثلا لو بيلعب طاوله هيقول لك القاضيه ممكن. فده بالنسبه لي مؤشر ايجابي قوي، بسعد جدا وبفرح قوي قوي لما بشوفه كل شويه يقول لك القاضيه ممكن على اي حاجه بقى، في الدوري في كاس اي حاجه. فده ان دل يدل على ايه، او ده مؤشر عن ايه، عن مدى قيمه واهميه هذا الهدف. مهما هتعمل يا بندق، والله العظيم مهما هتعمل، الناس كلها بما فيهم انت والزملكاويه المحترمين اللي احنا بنقدرهم جدا جدا، مش هينسوا الالم اللي عانوه بسبب هذا الهدف. بص مهما تعمل ما تحاولش، ولو هتحاول احنا بنبقى مبسوطين جدا، لان انت مش بتفكرنا احنا كده كده مش هننسى الجون ده، ومش بنقف عند الجون ده بالمناسبه، احنا بعد الجون ده خدنا بطوله تاني، ما بنركنش ما بنريحش ما بنتعشاش بطولات خالص يعني خالص. فأنا ببقى سعيد وبتمنى ان هو كل حلقه او كل بقى مناسبه بالنسبه له يقول الكلام بتاع القاضيه ممكن، ويحاول يشبهها، وكان اي تشبيه للقاضيه ممكن هيكون تقليد، لكن القاضيه ممكن الاصليه هي هدف قفشه في نهائي القرن في الدقيقه 85 45 ثانيه ما بين الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات. فبالتالي ده امر مهم بالنسبه لي، علشان كده انا يعني شيء بالشيء يذكر يعني. فبالمناسبه يعني اتمنى ان يبقى الاحتفال شامل الكم الكبير جدا من البطولات اللي حققها النادي الاهلي. حاجه واحده اللي فقدناها على مستوى كره القدم هي بطوله الدوري لاسباب كثيره جدا، و البعض اجتهد وقدر ان هو ياخد البطوله، مفيش مشكله يعني، وهي دي الرياضه وهي دي كره القدم. لكن دايما بتحاسب بايه؟ بالمجمل الاجمالي بالنسبه لك، قدرت تحقق ايه؟ قدرت تاثر ازاي بشكل ايجابي في حصدك للالقاب وبشكل سلبي لمنافسيك؟ فده امر مهم جدا. اللي هيعمل بقى فوتوشوب، اصل القاضيه ممكن ومش عارف تركب صوره ايه، واللي تروح تشجع لعبه مش عارف ايه عشان تقول القاضي، سيبك من الكلام ده، ده متاثر، هو متاثر فخليه يعني. فان شاء الله نشوف احتفاليه لائقه، وان شاء الله باذن الله نفضل نحتفل ونحتفل ونحتفل، لان احنا عندنا فريق كبير جدا جدا. وانا بالمناسبه النهارده على مدار الحلقه هحاول بقدر المستطاع اجيب لكم قد ايه النادي الاهلي اشتغل على تكوين قائمه متكامله، وقد ايه قدر النادي الاهلي ان هو يسد الثغرات اللي كانت ناقصه في فرقته، اماكن كان لسه محتاجه لعيب كمان مش عارف ايه، كل الكلام ده الاهلي قدر ان هو ينجح في سد هذه الثغرات عشان يبقى عندك قائمه كبيره متكامله ومميزه جدا بالنسبه للاهلي خلال الفتره اللي جايه. فان شاء الله باذن الله نشوف احتفاليه كبيره وهنتابعها مع حضراتكم بكل تاكيد، وان شاء الله كمان الاهلي يقدر باذن الله ان هو يحصد المزيد والمزيد من الالقاب والبطولات. هروح لفاصل، بعد الفاصل هرجع اتكلم بقى على تفاصيل استعدادات النادي الاهلي للمرحله اللي جايه، هنروح التتش كمان نشوف ايه الاخبار هناك، التدريب النهارده الفريق استأنف تدريباته، كل الكواليس وكل الاخبار هتلاقوها معانا بعد الفاصل، استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية. الاهلي طبعا بيواصل استعداداته او بيستأنف النهارده استعداداته بعد ما كان في اجازه امبارح، بعد 3 ايام تدريب، بعد كمان العوده من اجازه كانت طويله شويه بالنسبه للفريق. النهارده الفريق بيستأنف تدريباته وتدريبات في اطار الاستعداد للموسم الجديد ككل، وايضا الاستعداد لبدايه هذا الموسم اللي بتتمثل في مباراه طلاع الجيش في السوبر المصري. هذه المباراه القديمه المفروض كانت تتلعب من زمان، فالاهلي هيستعد ليها بكل قوه في ظل تواجد اعتقد النهارده بدايه المران موجود كل اللعيبه الدوليه اللي موجوده في مختلف المنتخبات، فبالتالي نتمنى لهم كل التوفيق. وهيفضل الاستعداد متواصل خلال الفتره الجايه في مباراه وديه بكره ومباراه وديه اخرى يوم الخميس، وايضا في معسكر بدايه من يوم 16 من الشهر الجاري هناك في اسكندريه حتى موعد المباراه اللي هيكون يوم 21 من نفس الشهر. نتمنى للاهلي كل التوفيق. لكن الاخبار كتير بخصوص بعض اللاعبين وبالتحديد بيرسي تاو لاعب النادي الاهلي الجديد الجنوب افريقي واللي انضم حديثا، صفقه قويه جدا جدا لمدى اهميه هذا اللاعب وامكانياته المميزه وقدراته الهائله اللي هتساعد باذن الله تعالى
النادي الاهلي في المرحله المقبله. هل بيرسي تاو مصاب؟ اه فعلا هو مصاب. مده الغياب، تفاصيل الاصابه، كل الكلام ده هنعرفه دلوقتي مع حضراتكم من خلال زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي واللي متواجد في استاد مختار التتش بخصوص متابعه استعدادات النادي الاهلي لمباراه السوبر. فهنسال توفيق على كل حاجه وهو اكيد هيدينا كلنا كل الاجابات. يا توفيق اهلا بيك. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا محمد. خلينا نبتدي معاك بالخبر الاهم وهو بيرسي تاو واصابته. تفاصيل الاصابه ايه؟ انا عارف ان اكيد تواصلت مع الجهاز الطبي، ايه اخر التطورات واخر التفاصيل بخصوص بيرسي تاو؟ زي ما ذكرت امير، يمكن ما فيش انباء بتتردد داخل مصر بشكل عام من امبارح غير عن بيرسي تاو واصابته ومده الاصابه، فكان لازم نروح للمسؤول عن الجهاز الطبي بالنادي الاهلي وهو دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي، واتكلمت معاه بالتفصيل عن اصابه بيرسي تاو. فقال ان بيرسي تاو كان عنده اصابه زي ما بنقول في العضله الضامه من يوم 3/9، واخذ مسكن وشارك في المباراه الاولى في التوقف الدولي الاول مع منتخب جنوب افريقيا، وكذلك الحال في المباراه الثانيه برضو اخذ مسكن وشارك. فلما وصل مصر واثناء عمل الفحوصات الطبيه ليه هنا داخل النادي الاهلي والكشف الطبي عنه، اكتشف ان في مزق في العضله الضامه. فقلت للدكتور طب العلاج هياخد ايه؟ قال لي هو كان فيه مزق وكمان تجمع دموي، فتم حقنه بحقنه بلازما وان شاء الله شغالين في برنامج العلاج. قال لي هو تقريبا بقاله 10 ايام عنده حاله المزق دي، فقدامنا تقريبا من 3 اسابيع لاربع اسابيع وان شاء الله اللاعب يكون جاهز من الناحيه الطبيه ان هو ينزل بقى تدريبات تاهيليه وان شاء الله يخش مع بقيه الفريق تباعا طبق البرنامج اللي هيوضعه الجهاز الفني هنا، الجهاز الفني والجهاز الطبي بالنادي الاهلي يا امير. طيب اذا يا توفيق، عشان برضو ايه نمسك النقطه واحده واحده كده وناكد المعلومه مع الجمهور، في البعض بيقول لك اصل بيرسي تاو اتصاب اول ما جه النادي الاهلي او اول تمرينه ليه مع الفريق لما اللعيبه رحبت بيه وقعد عمل سبرنت فالاصابه جات له والكلام من ده. الناس بتحاول تاخد الموضوع في اطار الازمات، وحتى لو ده حصل فده اصلا طبيعي، دي تبقى اصابه قدريه، وارد ان هو يتصاب مع الاهلي او يتصاب مع منتخب بلاده. لكن انت بتقول لنا معلومه مهمه جدا ان اللاعب اصلا اتصاب من يوم 3/9 مع المنتخب الجنوب افريقي وخد مسكنات عشان يلعب الماتشين، لان هو لعيب مهم بالنسبه للمنتخب وعمل اتعادل ماتش وكسب ماتش. فهو ده الاكيد وهو او هي دي المعلومه اللي انت خدتها من الدكتور احمد ابو عبل، مظبوط؟ بالفعل يا امير، يعني ده كان الحوار مع الدكتور، واكيد تمام. يعني غير الكشف الطبي اللي تم هنا داخل مصر من النادي الاهلي والجهاز الطبي اللي على اعلى مستوى، كمان اكيد الدكتور احمد ابو عبله اتكلم مع اللاعب وساله عن التاريخ المرضي للشكوى. يعني اللاعب نفسه هو اللي اكد للدكتور اكيد ان الشكوى بدات معاه من يوم 3/9 قبل المباراه الاولى لمنتخب جنوب افريقيا في التصفيات المؤهله لكاس العالم. فاللاعب اكيد اللي وضح ان هو اخذ مسكن اول مره واخذ مسكن ثاني مره، يمكن كمان كان لاعب عامل مباراه كبيره جدا وهو اخذ مسكن امام غانا وشارك بالفعل في جزء كبير من المباراه. فلا ده طبعا في كل الادعاءات او كل ما يروج له البعض ان اللعيب اتصاب او النادي الاهلي، وده لو حصل فطبعا دي اصابه قدريه ما حدش يقدر يتكلم فيها، لكن احنا بنبين الحقيقه كما ذكرها المسؤول وهو الدكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي. ده امر مهم جدا في الحقيقه. بالتالي كده بيرسي تاو خارج معسكر النادي الاهلي القادم وهيكون متواجد في القاهره عشان يؤدي فترات علاجه وان شاء الله يخلص الفتره دي على خير ويرجع عشان يكون داعم رئيسي في او ليه صفوف النادي الاهلي. طيب بالتالي يا توفيق عايز اطمن من خلالك على استئناف التدريبات واستعدادات النادي الاهلي لمباراه طلائع الجيش وابرز ملامح التدريبات النهارده، مين الحضور؟ هل اللعيبه الدوليه كمان الدوليين انضموا لتدريبات النادي الاهلي ولا لا؟ ميكيسوني اخباره ايه؟ طمنا بشكل عام يعني. بشكل عام يعني عايز اقول لك اجواء اكثر من رائعه داخل ملعب مختار التتش هنا بالنادي الاهلي بالجزيره، يمكن اللاعبين الدوليين كلهم بالكامل مشاركين في مران اليوم، يمكن حاله فرحه شفناها كده، يمكن قفشه اول ما شاف الملعب يعني زي ما بقول لك تحس انه غايب عن الملعب بقاله فتره طويله، يعني قفشه بيقول انتوا وحشتوني، يعني اول كان رد فعل اول ما دخل ملعب التتش قال الملعب وحشني وانتوا وحشتوني، يعني اللعيبه جايه متشوقه جدا لبدايه فتره الاعداد، كل لاعبي المنتخب الوطني بلا استثناء موجودين، حتى اكرم توفيق ظهر في ملعب مختار التتش النهارده ولكن مرتدي واقي الوجه للجهاز الطبي النادي الاهلي هنا، يعني كان لازم اللاعب يخش التمرينات بيه حفاظا على الاصابه المعرض ليها في الوجه، فكل اللاعبين بلا استثناء موجودين. يمكن المران كمان بدا بمحاضره من الجهاز الفني، سبقت المران بربع ساعه داخل غرف الملابس هنا، اتكلم فيها مستر موسيماني عن الفتره الجايه واهميتها، خاصه ان ده التدريب الاول في بدايه الاعداد للموسم الجديد اللي بيحضره كامل اللاعبين الدوليين والفريق بالكامل. اتكلم معاهم على المرحله الجايه ومتطلباتها، زي ما انت قلت يا امير يمكن في مباراه بكره ان شاء الله، المباراه غدا في الخامسه مساء امام بتروجيت، ده
تصريح من كابتن صلاح حفيظ. المباراه ان شاء الله بكره هتكون مع بتروجيت، بعد كده بقى في تمرين بعدها بيومين، وفي مباراه وديه كمان مع المقاولون العرب يوم الخميس باذن الله، ومن بعدها الفريق هيسافر الاسكندريه استعدادا لمباراه طلائع الجيش في كاس السوبر. الفريق كمان مش هيرجع القاهره يا امير، لا هيفضل متواصل في معسكره في برج العرب بعد مباراه طلائع الجيش باذن الله استعدادا لمباراه الكاس ان شاء الله المقرره يوم 25 امام انبي في دور 16. فيمكن الاستعدادات شغاله بشكل اكثر من رائع، بدايه موسم ان شاء الله تكون مبشره جدا، اللاعبين ظاهرين كلهم بحاله اكثر من رائعه، كل الجميع هنا زي ما بقول لك يمكن حاله لهفه ان الرجوع لملعب التتش وسحره الخاص على كل لاعبي النادي الاهلي، ان شاء الله نتمنى انها تكون بدايه اكثر من رائعه، وان شاء الله خطه الاعداد او فتره الاعداد اللي حاططها الجهاز الفني تمشي بشكل اكثر من رائع. زي ما قلت مباراه قدام بتروجيت هو فريق في الدرجه الثانيه، لكن فريق من الفرق القويه جدا مع الجهاز الفني بقياده كابتن ربيع ياسين. كمان بعد كده ان شاء الله هيكون ماتش برده مع المقاولين احد فرق الدوري الممتاز، وفرقه برده مع كابتن عماد النحاس عامله شغل اكثر من رائع في المواسم السابقه. فان شاء الله يبقى الاعداد اكثر من رائع في معسكر زي ما قلت لك في اسكندريه ممتد لما بعد. ان شاء الله مباراه ايه ان شاء الله، وباذن الله في حاله ان شاء الله الصعود هيبقى الفريق هيعود للقاهره خاصه انه هيروح السويس بعد كده. طيب اخيرا يا توفيق سريعا كمان عايز اطمن على حاله الصفقات الجديده من الجانب البدني ومدى جاهزيتهم للمرحله المقبله، وبالتحديد كمان اللعيبة الدولية اللي انضموا بداية من اليوم لتدريبات النادي الأهلي. يعني زي ما ذكرت في البدايه امير كل اللاعبين موجودين، ميكيسونا عارف انك سؤالك عنه بالتحديد موجود في المران، يمكن دخل بسرعه في وسط الفريق، اللاعبين نازلين ما تحسش انه لاعب غريب او لسه اول مران مع بقيه الفريق النهارده، لا حاله من الانسجام عاليه جدا بينه وبين اللاعبين، الامور اكثر من رائعه، حتى اللاعبين العائدين من الاعارات موجودين، عمار كمان، احمد عبد القادر، محمد عبد المنعم العائد من الاعاره من سموحه موجود، كل اللاعبين موجودين ما فيش اي غياب خلاص، ما فيش بس الاستثناء الوحيد النهارده هو اجايه بس اللي بيشتكي برده، اتكلمت مع الدكتور احمد ابو عبله بيشتكي بس من اجهاد في العضله الخلفيه، فقرر ان هو يريحه شويه من التدريب النهارده ويؤدي تمريناته في الجيم باذن الله. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للجميع يا محمد. انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز محمد توفيق من رئيس قناه الاهلي كان معانا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش، قال لنا كل الاخبار والتفاصيل فيما يتعلق بالاصابات وفيما يتعلق بالاستعدادات للمرحله الهامه جدا المقبله. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، استنونا. ترند الاهلي واخبار كتير دايما بتتقال عن النادي الاهلي في مختلف المواقع وحساباتهم الرسميه على السوشيال ميديا، نبتدي بالوطن الرياضي وحسابه الرسمي على فيسبوك واللي بيقول بفرمان من الخطيب الاهلي يكافئ 3 نجوم بتعديل رواتبهم. طيب هم هنا بيتكلموا على مين؟ بيتكلموا على حسين الشحات، بيتكلموا على محمد مجدي قفشه، بيتكلموا على اليو ديانج، هل الثلاثه يستحقوا التعديل او يستحقوا مثلا اي حاجه تكون ايجابيه بالنسبه لهم؟ بصراحه يستحق ثلاثة تقال قوي، حسين الشحات الفترة الأخيرة مكسر الدنيا، أليو ديانج عارفين مستواه ومستواه ثابت ولاعب ممتاز وصفقة جديدة للنادي الأهلي إن هو بقى هذا الموسم مع الفريق. مين كمان؟ محمد مجدي قفشة ده مش محتاج إن احنا نتكلم عنه يعني، لسه متكلمين عنه في الإنترو. ففي كل الأحوال لو في قرار والأمور كلها بتمشي بالشكل التنسيقي ما بين كابتن محمود الخطيب، وطبعا بيبقى ليه رؤيه بما انه المشرف العام على الكره، قرارات بتبقى مهمه برضو من خلال التواصل والتشاور مع لجنه التخطيط للكره، هل اللعيبه دي محتاجه تعديل عقود، هل ده هيكون قرار ايجابي في الفتره الحاليه وقت مناسب كمان من ده، دي حاجات او امور بتبقى متروكه للمسؤولين في النادي، ما بيتمش بالمناسبه الاعلان عنها بشكل رسمي الا بعد حسم الملف. حتى الان مفيش اي حاجه رسمي بخصوص الجانب ده، لكن ربما لان كل واحد عارف اختصاصاته جوه النادي، كل واحد عارف ايه مسؤولياته والملفات اللي مسؤول عنها وازاي يشتغل عليها، ربما مثلا امير توفيق يكون بيشتغل على الملف ده، لو بيشتغل عليه فهنعرف الناتج في وقت الاعلان الرسمي من النادي، ده امر طبيعي، هو ده سيستم النادي الاهلي اللي حضراتكم متعودين عليه بكل تاكيد، لكن التلاته بصراحه يستحقوا، لكن كله طبقا لرؤيه النادي في الاول وفي الاخر. خلينا نروح لخبر تاني وهو ايضا من الوطن الرياضي واللي بيتكلموا ان في حاله تاهل النادي الاهلي الى نهائي كاس مصر، فبالتالي بيرسي تاو صعب ان هو يكون موجود مع الاهلي، وبيقول لك مده غياب بيرسي تاو على الاهلي 5 مباريات في بطولتين، قصدهم ايه؟ اول بطوله واول مباراه هي مباراه طلائع الجيش يوم 21، بعد كده باذن الله تلعب مع انبي يوم 25 في دور 16 من كاس مصر، بعد كده تلعب يوم 29 باذن الله واحد احد لما نكسب انبي ان شاء الله تعالى، تلعب مع الكسبان من بيراميدز وسموحه، لو كسبت تلعب يوم 3 اكتوبر
مع بتروجيت في قبل النهائي، وبعد كده تلعب النهائي ده لسه ممكن يلحق النهائي اعتقد، لان النهائي هيكون المفروض يوم 17 او 18 على ما اتذكر يعني، نهائي كاس مصر. فاعتقد ممكن تكون الفتره بالنسبه له العلاجيه خلصت، هنشوف وهنتابع تطورات الحاله على مدار الفتره اللي جايه. لكن ايا كان موجود بيرسي تاو مش موجود بيرسي تاو، ده هيلعب ده مش هيلعب، احنا ما شاء الله لا قوه الا بالله عندنا قائمه متكامله بعد الصفقات الجديده، كانت متكامله كل مركز هتلاقي فيه 2 3 اقل حاجه 2 اقل حاجه، وعندك اكتر من جوكر 3 4 لعيبه جواكر في الفريق او في القائمه كلها تقدر تستخدمه، تقدر تعوض غيابات اي حد. هي دي ميزه النادي الاهلي وهي دي ميزه الانديه الكبيره، وهو ده اللي اشتغل عليه الاهلي على مدار الفترات المختلفه السابقه عشان يكون قائمه بهذه القوه. ربنا يا رب يحميهم من الاصابات، لان واضح ان بيرسي تاو خد عين يعني. لكن في كل الاحوال نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي باي لعيب هيلعب، ونتمنى عوده بيرسي تاو سريعا من الاصابه. طيب نروح لليوم السابع، وهنا بيتكلموا على حسام حسن، وبديهي جدا ان هو هيطلب رقم 9 لان ده كان رقم مروان محسن اللي شكره النادي الاهلي، ويعني تم فسخ التعاقد ما بين الطرفين بالتراضي فرحل على النادي الاهلي، بالتالي الرقم بقى متاح. طبيعي جدا انت عندك محمد شريف كده كده رقم 10 وما شاء الله الرقم لايق عليه جدا بصراحه، فطبيعي ان حسام حسن بما انه المهاجم فهيطلب رقم 9 وبنسبه كبيره هو اللي هيلبس رقم 9 يعني. ده فيما يتعلق بهذا الخبر. خلينا كمان نروح لخبر اخر، وهنا بقى الكلام الكتير، واحنا امبارح وضحنا لكم كل الامور، كل الامور اللي بتتعلق بالانتدابات، هل في انتدابات جديده للنادي الاهلي او هيكون في زياده في الصفقات، وحسمنا لحضراتكم الموقف بشكل نهائي، مفيش اي صفقه جديده للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه او خلال فتره الانتقالات الحاليه تحديدا يعني، ولو حصل هتبقى حاجه يعني ايه الظروف هي اللي ادت لكده، فيما عدا ذلك مفيش خالص. طيب الراحلين اتكلمنا على اسماء كتيره جدا امبارح، لكن رامي ربيعه النهارده فوجئنا بهذا الخبر ان في سيراميكا طالب استعاره رامي. اللي اقدر اقوله لحضراتكم بما اننا بنتكلم في الاطار الرسمي مفيش اي شيء رسمي وصل النادي الاهلي، لكن ربما يكون في كلام وتواصل ودي ما بين الناديين او المسؤول هنا والمسؤول هنا عن ملف التعاقدات. طيب اللي اقدر بقى ناكده لحضراتكم ايه، ان في تمسك من مستر بيتسو موسيماني برامي ربيعه لأسباب عديدة، بخلاف إمكانيات رامي وأهميته بالنسبة للفريق، وشفناه لما شارك على مدار الموسم اللي فات كان مأدي بشكل عامل إزاي وكان مستواه عامل إزاي، كان مميز جدا. لكن في أسباب أخرى تتعلق باحتمال إن سعد سمير زي ما قلت لحضراتكم إمبارح يروح نادي آخر، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي يعني، لسه قرار سعد ما بين كده وكده، بس أقرب إنه ممكن يخرج، لان سعد بقاله فتره ما لعبش، فانت صعب ان انت تطلع اثنين بهذا المستوى والحجم والقيمه والاهميه في توقيت واحد او فتره انتقالات واحده، ده بالاضافه لاهميه رامي يعني، لعيب مهم جدا جدا جدا. فهنترقب ونشوف، لكن حتى الان مفيش اي شيء رسمي، لكن كل شيء وارد في الانتقالات في العموم يعني. طيب حساب الاهرام على تويتر بيقولوا ان الاهلي راصد 25 مليون جنيه، او مش راصد او طالب 25 مليون جنيه لبيع ناصر ماهر. اتكلمنا برضه على ناصر امبارح بتفاصيل كتير، وقلنا لحضراتكم ان ناصر عنده عروض كتير جدا من داخل مصر من الدوري المصري، انديه كتيره جدا مترغب في التعاقد مع ناصر ماهر. الاهلي لسه مش يعني مش ممانع، بس في نفس الوقت هو عارف ان عنده لعيب مهم قوي هو ناصر ماهر. لو جه عرض كويس للاهلي ممكن الاهلي يوافق، ما جاش عرض كويس الاهلي هيبقى قائمته اقوى واقوى كمان بوجود ناصر ماهر، ما عندوش اي مشكله خالص الاهلي. اللعيب بتاعنا، اللعيب موجود ومعانا في القائمه واحنا عايزينه. في عرض كويس حصل تواصل اتفاق مميز بالنسبه للنادي ومصلحه اللاعب كان به، ما فيش، فناصر ماهر موجود جوه القلعه الحمراء بشكل طبيعي جدا. طيب خلينا نروح لاخر خبر في ترند الاهلي، وهو خاص بملف حراس المرمى، وبرده قلنا لحضراتكم كل التفاصيل في هذا الملف. الاهلي خلاص مش هيتعاقد مع اي حارس مرمى، مفيش اي مفاوضات مع اي حارس مرمى حاليا، والرباعي اللي في الصوره دول اللي حضراتكم شايفينهم محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، هم رباعي حراسه المرمى بالنادي الاهلي، وفي كل ثقه طبعا فيهم. الشناوي ده مش محتاج نتكلم عنه، علي لطفي ادى بعض المباريات بشكل جيد، شوبير واعد، وحمزه علاء ايضا حارس واعد، فبالتالي انت مطمن اصلا في المركز ده، مفيش اي مشكله باذن الله تعالى، وان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق، والملف ده اتحسن خلاص بشكل رسمي. ده فيما يتعلق باخبار الاهلي على السوشيال ميديا والحسابات والمواقع الرسميه. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، استنوني.
بشكل سريع جدا خلينا ناخد الترند العالمي واهم خبر بالنسبه لنا هو فيما يتعلق بمحمد صلاح. بخلاف بقى رونالدو، احنا شفنا قصه رونالدو امبارح والابهار اللي عمله، لكن النهارده صلاح مباراته مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ وده من حساب الدوري الانجليزي على تويتر، واللي بيقول ان محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي على بعد هدف واحد من دخول نادي ال 100 بعد ما سجل كام هدف؟ 99 هدف في 161 مباراه. لو سجل النهارده صلاح باذن الله تعالى، هو لحد دلوقتي ما جابش جون، ربنا يكرمه يا رب ويجيب. فبالتالي قال لك لو سجل امام ليدز يونايتد سيصبح خامس اسرع لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي وصولا للهدف رقم 100. بعد مين؟ بعد العظماء يعني النجوم الكبار جدا الان شيرر وهاري كين وسيرجيو اجويرو وتيري اونري. فان شاء الله صلاح النهارده يجيب هدف واحد على الاقل عشان يدخل نادي ال100، وده هيبقى انجاز كبير جدا جدا، نتمنى له كل التوفيق. نشوف تفاعل حضراتكم سريعا على سؤال حلقه النهارده والتشكيل المتوقع للنادي الاهلي بعد الانتهاء من ملف الصفقات. فنبتدي باحمد حلمي. احمد حلمي قال ايه؟ قال ممكن موسيماني يعمل مجموعتين عمل، كل مجموعه تكون متجانسه خاصه في الرباعي الامامي لتجنب الارهاق، وهي المجموعه اللي انهت الموسم الماضي قفش والشحات كهربا او طاهر وشريف، ومجموعه اخرى عبد القادر وميكي وتاو وحسام حسن مع وجود وليد وعمار لو مش هيستخدمهم في مركز 8، ويتم التبادل تدريجيا بلاعب من كل مجموعه عشان الكل ينسجم. اعتقد يعني هو رايي، لكن في نفس الوقت اعتقد ان هو صعب جدا الانسجام، لازم يكون ما بين الكل، وده اللي هيشتغل عليه اكيد الجهاز الفني. علاء الجنيدي كمان قال لك التشكيل المتوقع بالنسبه له الشناوي ايمن بدر معلول اكرم، بس اعتقد ان اكرم هيكون في نص الملعب دلوقتي بعد ما متواجد دلوقتي مين؟ هاني جاهز تماما ومعاه كريم فؤاد الصفقه الجديده، فبالتالي اكرم هيكون في حسابات الجهاز الفني كديفندر في نص الملعب. ديانج السوليه في نص الملعب، قفشه تاو الشحات وشريف في الهجوم، ده راي علاء الجنيدي. خلينا كمان مين ناخد؟ عبد الرحمن مذكور واللي قال محمد الشناوي كريم فؤاد بدر بنون ايمن اشرف علي معلول عمرو السوليه حمدي فتحي قفشه تاو ميكيسوني محمد شريف اهلاوي وافتخر، كلنا بنفتخر طبعا يا عبد الرحمن. طيب دي كانت تفاعلات حضراتكم وتوقعاتكم لتشكيل النادي الاهلي في الموسم الجديد. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ايا كان مين الفريق، لكن دايما بنحب نتكلم في او نقرا، نحاول نقرا المشهد بالنسبه للنادي الاهلي والتشكيل اللي ممكن يلعب بيه موسيماني، لكن الخيارات بالنسبه له اصبحت عديده وعديده جدا، وده امر مميز لاي مدير فني. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله. سلام.